الحمد لله الذي بلغنا شهر الصيام والقيام، والصلاة والسلام على رسول الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك الذي فرض الله صيامه واستحب الله قيامه وجعل فيه من الخيرات والمسرات لأهل الإيمان الشيء الكثير. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. مرحبا مرحبا بشهر الصيام، خير شهر وسيد الأعوام. مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا، جامع شملنا وخير نظام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ورد إلينا السؤال التالي: هل يجوز ذوق الطعام أثناء الصيام؟ أما الجواب فلا خلاف بين الفقهاء في أن ذوق الصائم للطعام لا يبطل صومه ما لم يصل شيء من ذلك إلى جوفه، وهو جائز من غير كراهة. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني. الغذاء وصحتك. إذا كان الأطباء ينصحون مرضى الكلى وقرحة المعدة بعدم الصيام، فمريض السكر الذي يتناول الأنسولين يمكنه تنظيم تناول الأنسولين على الوجبات الجديدة السحور والإفطار. أما مريض القلب وتصلب الشرايين فالصيام فرصة جيدة بالنسبة له إذا اتبع إرشادات تناول الطعام خلال الفترة من الإفطار حتى السحور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا قسم أقسم الله سبحانه وتعالى فيه بالعصر، وهو الدهر كله، ليله ونهاره وصبحه ومساؤه، وقيل هي صلاة العصر. Thank you.